إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. وسام من الملكة إليزابيث الثانية لا دانيال كريغ منحت الملكة إليزابيث الثانية وسام القديس مايكل والقديس جورج تكريما لخدماته لقطاعي السينما والمسرح، وكان كريغ دا شخصية العميل للمرة الأخيرة العام الماضي في فيلم نو تايم تو دي أي إي، وكانت البحرية الملكية البريطانية منحت كريغ بمناسبة إطلاق الفيلم لقب قائد فخري الذي تحمله أيضا شخصية العميل الشهير. كما منحت الملكة أوسمة لمسؤولين بارزين في مكافحة جائحة كورونا، إذ تعتبر بريطانيا من الدول لكثر تأثرا بالجائحة إذ تكبدت حالة وفاة بسببها، وتمنح الأوسمة الملكية مرتين كل عام، إحداهما بمناسبة عيد رأس السنة، والثانية في عيد ميلاد الملكة الرسمي الذي يحتفل به في شهر حزيران يونيو.